السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم حبيت نشارك معكم نهاري شنو وجدت فيه. عندي عشية بروز خفيف وعندي وصفة لتساقط الشعر. هنا عندي البصلة الحمراء، يعني لأن جد مهمة لعلاج تساقط الشعر والفراغات اللي كتكون في الشعر. غادي نطحنوها وناخدو الما ديالها، نعصرو مزيان وناخدو غير الما ديالها. صراحة ضروري خصنا نضرو بشعرنا حاليا، أخص هاد في الوقت الحالي مع الخريف كيتساقط بزاف الشعر. صافي، هنايا عصرت مزيان، خديت ديك الماء، هو هذا. غادي نزيد عليه ملعقة من العسل وملعقة من زيت الخروع، اللي ما عندوش ممكن يعوضه بزيت الزيتون البكر، خاص إلى لقى ديك الزيت اللي ما تكونش فيه الملحة. صافي، وغنخلطو مزيان وغنبدا نشقق به شعري. وضروري ضروري من مساج الفروة الرأس، ضروري باش تدور الدورة الدموية مزيان. صافي، من بعد ما غسلت شعري وارتاحيت نوجد العشاء. عندي هنايا بعض القطع الدجاج، صافي زدت عليهم ملح، بزار، سكينجبير، شوية زعفران، الثوم، قرفة وسكينجبير. وعندي هنايا تقريبا جوج البصلات صغار، ماشي كبار بزاف. صافي، زدت التوابل كاملة اللي عندي، نضيف عليها شوية ديال الربيع. صافي، ونزيد الماء ونخلط وندير فوق البوطه. باقي ما درتش الزيت، غنخليه حتى يتشحر شي شويه وتلصق فيه ديك العطريه. كما كتعرفوا الزيت ما كيخليش، بحال كيكون حاجز بين ديك العطريه والدجاج. صافي، هنايا زدت الزيت المائده، ومن بعد زدت شويه ديال زيت الزيتون، وعاد نضيف عليه البصله وعود القرفه. صافي، ونخلط ونسد عليه. هنايا خديت الرز، من بعد ما ذوبت الزبده بقيت كنشحرو مزيان مزيان هنايا تقريبا شي 5 دقائق في الزبده. من بعد درتو في واحد لاماشين عندي، زدت عليه عود القرفه والزبيب وشويه ديال الملحه ومعلقه ديال الحليب بودر، كيجي زوين عوض يتلق غير في الماء بوحدو. كنزيد ليا ديك معلقه ديال الحليب، كيجي به زوين صراحه. هنا اللي ما عندوش هاد الماشين ممكن نعوضها غير باي طنجره عنده، ويضاعف كميه ديال الماء. مثلا الا درتي زلافه ديال الرز غنزيد عليها زلافه ونص ديال الماء. صافي، انا غادي نزيد الماء وغنسد عليها ونخليها غطيب راسها. ملي غطيب غطفى بوحدها. صافي، وهنا غنشعل عليها ونخليها تطيب على خاطرها. صافي، وهنايا من بعد ما طاب ليا الرز، هنايا كما كتشوفوا المرقه كتجي خاطره. البنات نسيت ما قلت لكم، هذاك الشيء اللي شات لي واحد شويه ديال البصله اللي طحنت، هذاك الشيء اللي بقى منه زدت هنايا في المرقه. كما كتشوفوا جات خاطره بزاف بزاف ولذيذه صراحه، ما تشبعش منها. وهذا هو عشانا، خفيف ظريف وما كياخدش بزاف الوقت. كما عودتكم ديما وصفه سهله وفي المتناول وخفيفة، ما كتاخدش الوقت بزاف. ايوا، وهذا هو نهاري، داز عادي روتين وصافي، ما كانش شي خرجه، ما كان والو. ولكن الحمد لله كندوز وقت زوين في الدار.
نتمنى انكم تجربوا هذا الرز.